خلال أكثر من نصف ساعة من اللعب، مباراة خالية من الإثارة بالمجمل حتى الآن في دقائقها 32 التي مرت. لمسة أمامية، هذه فرصة ولكن محاولة بتمريرة طويلة من جانب اللاعب أنتيتشي، يعني نحتاج ربما إلى هدف في هذا اللقاء ليرتفع الرتم والنسق. كرة جميلة بكعب القدم لكن مقطوعة أيضا. نقوم هي الكرة بكعب القدم وبعد ذلك مهاتشي سقط على أرضية الميدان لينال الخطأ. هذا هو مهاتشي لاعب وسط ميدان منتخب زيمبابوي، يسقط على أرضية الملعب لينال المخالفة. مهاتشي لاعب شاب، لاعب يافع وواعد، 20 عام مهاتشي، يلعب لقاءه الثالث مع المنتخب الأوغندي، يلعب لنادي محلي في زيمبابوي يدعى تشيكن إن، نادي من أندية الدوري الممتاز في كرة زيمبابوي. يلعب لها هذا اللاعب مهاتشي، كرة ثابتة الآن. مدرب منتخب زيمبابوي المدرب المحلي أيان غوروا كان أمامنا في الصورة، تعادل في لقاءه الأول أمام المنتخب المغربي لكنه لا يريد أن يعيد الكرة لأنه المنافسة وخطف البطاقة تحتاج إلى مجهود كبير، تحتاج إلى نقاط ثلاث في هذا اللقاء، بالتالي التعادل قد يكون كافي للمنتخب الأوغندي باعتبار أنه يستند على نقاط ثلاث حققها في فوزه الأول. أوغندا بتعادل أمام منتخب زيمبابوي في مباراة اليوم باعتبار أنه سيرفع الرصيد إلى 4 نقاط ويضمن الحفاظ على الصدارة أيا كانت نتيجة اللقاء الآخر أو على الأقل يتشارك. أنت الأستاذ، أنا مو قصدي أعلمك، أنا أبدي رأيي. لعب خلال 35 دقيقة حتى الآن مرت من عمر الشوط الأول لكن أيضا غير كافي، غير كافي حتى الآن. نقومة لمسة سريعة خطيرة على مشارف منطقة الجزاء، البحث عن لمسة بينية لا تمر، تعود الكرة لصالح منتخب زيمبابوي في الناحية اليسرى والعرضية خطيرة جدا، واحدة من أخطر اللقطات، واحدة من أخطر الكرات. علي صادقي لم يتمكن من الوصول إلى الشباك، هنا المدرب السيد دايان غوروا كان يعني يقول بأنه الرأسية يجب أن لا تكون هكذا بل بطريقة أخرى بلمسة محكمة بين الخشبات الثلاث، إنما الكرة مرت وعلي صادق تابعها بلمسة بعيدة بعض الشيء، بالفعل جاورت القائم الأيسر ويرجو بنجامين أوتشان من هدف أول في هذا اللقاء. للمرة الثانية الكرات الرأسية هي عنوان الخطورة لفريق زيمبابوي لمنتخب زيمبابوي على مرمى المنتخب الأوغندي. نذكر دائما بأن المنتخبين يلعبان باللاعبين المحليين لأن البطولة الأفريقية تقام للاعبين المحليين. وماهاتشي اللاعب الشاب اللاعب الواعد ابن 20 عام يحصل على خطأ في الجهة اليسرى لمصلحة منتخب زيمبابوي. حكم اللقاء من جديد تحذير نهائي الآن لنتابي، يطلب منه بأن لا يعيد الكرة، هي للمرة الأخيرة هذا ما يقوله حكم اللقاء للاعب نتابي لاعب المنتخب الأوغندي. كرة ثابتة الخطأ العاشر على المنتخب الأوغندي، 11 خطأ على منتخب زيمبابوي. كما قلنا مباراة في يعني ظرف 35 أو 36 دقيقة تعتبر مليئة بالأخطاء، أن تشاهد أكثر من 20 خطأ خلال 36 دقيقة يعني حقيقة توقف متواصل للعب، هذا يجعل الرتم بطيء جدا، يعني تقريبا كل دقيقة ونصف هناك توقف للعب، كثير جدا عدد الأخطاء في ظرف 36 دقيقة من اللعب ما بين الفريقين. الصفرة لم تتوقف من قبل حاكم المباراة، لم تهدأ، لمسة رأسية لمصلحة منتخب زيمبابوي، كرة عن طريق نتابي مشتركة في وسط الميدان، انطلاقة لكن خطأ يحصل عليه منتخب أوغندا، خطأ يحصل عليه المنتخب الأوغندي في هذه اللقطة، مخالفة لمصلحة المنتخب الأوغندي. واساوا ومن يحصل على المخالفة، هذا واساوا يسقط على أرضية الميدان، اللاعب الأوغندي لاعب وسط ميدان منتخب أوغندا حسن واساوا، مدافع المنتخب الأوغندي يحصل على مخالفة حسن واساوا واللاعب يتوقف من جديد. كما قلنا الأخطاء كثيرة جدا والتوقفات متواصلة بينما الجماهير يعني تتابع تؤازر تناصر بغض النظر عن كثرة التوقفات، بغض النظر عن
ما يحصل يعني في أرضية الميدان. الجماهير الأفريقية تمتاز بهذه الروح بحب الكرة، بحب الساحرة المستديرة بطريقتها الخاصة بالتشجيع. جماهير زيمبابوي الأكثر حضورا في المدرجات من جماهير المنتخب الأوغندي، بينما واساوا يغادر لاستكمال العلاج خارج خطوط الملعب. حسن واساوا يغادر أرضية الملعب، والكرة تعود لصالح المنتخب الأوغندي. إيغوما يفقد هذه الكرة، هجوم معاكس، خطأ من جديد من إيغوما في وسط الملعب. لكن لاحظ يعني الانطلاق والهجمة التي تأتي سريعة من طرف منتخب زيمبابوي، هذا يتيح الفرصة للاعبي المنتخب الأوغندي للعودة الكاملة لتغطية الخط الخلفي كما يجب. مهاتشي أمام الدفاع تدخل، كرة باقية مشتركة أخيرا تتحول من قدم انتيجي إلى رمية جانبية، رمية تماس لصالح المنتخب الزيمبابوي. جانب من الحضور الرسمي كما قلنا على مدرجات هذا الملعب، ملعب باتلون ستاديوم في كيب تاون في جنوب أفريقيا، يتسع ل 34 ألف متفرج الساعة الرسمية الكاملة لهذا الملعب. كرة مباشرة إلى ركلة مرمى خاطئة من جديد بدون عنوان خارج الميدان، ركلة مرمى لمصلحة الحارس بنجامين أوتشان. وصلنا الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، التعادل السلبي لازال متواصل، تعادل سلبي. نعيد ونكرر بأنه منطقي تماما لغياب المحاولات الحقيقية، لغياب الأداء القوي المثير في هذا اللقاء. أداء متواضع من جانب المنتخبين، تصويبة من مسافة بعيدة جدا، يعني مثل هذه التصويبة لا يمكن أن تأتي بالجديد في هذا اللقاء. واسوا، حسن واسوا هو صاحب الكرة الأخيرة، اللاعب الذي تلقى العلاج وعاد من جديد إلى أرضية الميدان. هذه التصويبات، تسع كرات لزيمبابوي، ثلاث كرات للمنتخب الأوغندي، لكن بالمجمل يعني هذه الكرات ال 12 بالمجموعة المصوبة على المرميين هي يعني تترجمها ربما وتفسرها كرة واسوا الأخيرة، كرة خطيرة. الدفاع زيمبابوي يقع في الخطأ، وانطلاق ماذا يقول حكم اللقاء؟ سقوط إيغوما داخل منطقة الجزاء، إنما حكم المباراة يواصل اللعب، حكم اللقاء يواصل اللعب ويشير إلى متابعة اللعب بعد سقوط إيغوما داخل منطقة الجزاء، داخل منطقة الجزاء. الحارس جورجي شيفوفا منطقة جزاء منتخب زيمبابوي، وواسوا من جديد هو الآخر ملقى على أرضية الميدان. حكم اللقاء يوقف اللعب لمتابعة حالة اللعب. حسن واسوا، واسوا من جديد على أرضية الملعب، طالب بوجود الخطأ، طالب بوجود المخالفة، إنما حكم اللقاء أشار لمواصلة اللعب. وواسوا يسقط من جديد على أرضية الميدان في هذه الدقيقة 41 هنا الانطلاقة. واسوا اختطف الكرة، بعد ذلك توغل فيها إيغوما داخل منطقة الجزاء، سقط أمام المدافع إريك شيباتا، وحكم اللقاء يعني لم يشير إلى شيء. واسوا غير راضي عن قرار حكم اللقاء، لكن ربما حكم المباراة يعني منح الأفضلية وإتاحة الفرصة لإيغوما لأنه انطلق داخل منطقة الجزاء، إنما واسوا يطالب باحتساب الخطأ. هذه جماهير الأوغندية فرحة سعيدة بانتصارها الأول أمام بوركينا فاسو بهدفين لهدف، تريد من فريقها أن يواصل المشوار، يواصل الطريق في منافسات هذه المسابقة، في منافسات بطولة كأس أفريقيا للمحليين المقامة في الملاعب الجنوب أفريقية، وكما قلنا على الطريقة الأفريقية المميزة. تشجيعات مختلفة في المدرجات دائما بطريقة بأسلوب الجماهير الأفريقية، الكل يشجع يؤازر ويناصر. وواسوا من جديد يبعد خارج الملعب لتلقي العلاج مرة أخرى، مرة ثانية على التوالي، والتوقفات متواصلة مستمرة، الصافرات مستمرة، والأداء المتواضع متواصل في هذا الشوط الأول. نقترب من نهاية أحداث الشوط الأول في وقت الرسمي الكامل، 42 دقيقة مرت على انطلاقة اللقاء، ثلاث دقائق تفصل الفريقين عن نهاية الشوط الأول في وقت الرسمي، لكن الأداء كما قلنا متواضع تماما، والعطاء لم يكن كما المنتظر كما المتوقع ما بين المنتخبين الأوغندي والزيمبابوي. كرة في وسط الميدان لمصلحة منتخب زيمبابوي عن طريق لعب سفيريكوي إلى جوري كابتن وقائد المنتخب الزيمبابوي. جوري من جديد
يلعب كرة سريعة. بدأ المنتخب الأوغندي الآن في اللحظات الأخيرة بالضغط المبكر على دفاعات منتخب زيمبابوي. محاولة الاختراق في الناحية اليسرى من ماجويغا لكنها خارج الملعب إلى رمية جانبية، خارج الملعب إلى رمية تماس. عدم رضا واضح تماما للمدرب الصربي سريدويفيتش مدرب المنتخب الأوغندي. عرضية تعود من جديد خطيرة، ماجويغا لمسة رأسية فيها فرصة كبيرة لكن المتابعة طائشة غريبة جدا، يعني غريبة هذه الكرة التي يرسلها المهاجم الأوغندي، كرة في غاية السهولة هيئها بالرأس إيغوما لكن التصويبة الأخيرة تتحول إلى رمي جانبية. لاحظ الكرة سهلة تماما، يعني وكأنه اللاعب ماجويغا يشتت هذه الكرة ويعين الدفاع الزيمبابوي على إبعاد الخطر. كما قلنا أداء متواضع من جانب الفريقين حتى الآن، كرة ثابتة لمصلحة المنتخب الزيمبابوي. لمسة طويلة أمامية، إبعاد بالرأس عن طريق موليم. 44 دقيقة على البداية والانطلاقة ولا زال التعادل السلبي هو سيد الموقف ما بين الفريقين. سيمبا خطأ ومخالفة يرتكبها سيمبا، طبعا اللاعب سيمباراتشي السيتول لكن النيك نيم او اسم الاختصار سيمبا. لمسة رأسية خطيرة من جديد، الدفاع زيمبابوي لديه ثغرات حقيقية خلف ظهر المدافعين، يعني هذه الكرات العالية تمر بسهولة كبيرة لو كان المنتخب